زي النهاردة 30 يناير 2016 رحلت عن عالمنا معجزة السينما المصرية، الطفلة المعجزة فيروز المصرية. طبعا يمكن هي أشهر طفلة في تاريخ السينما المصرية والعربية، وهي جزء كمان من أسرة فنية عريقة. هي الأخت الكبرى للفنانة نيلي وابنة عم الفنانة لبلبة. بدأت مشوارها عام 1950، قدمت عدد كبير من الأفلام السينمائية، يمكن أشهرها الدويتو اللي كانت بتقدمه دايما مع الفنان الكبير الراحل أنور وجدي، زي فيروز هانم وفيلم دهب. النهارده ذكرى رحلها. مبسوطة يا ستي؟ قد انت خربتي بيتي وقطعتي عيشي. معلش ما تزعلش، انا هجيب لك فلوس، هعشيك فلوس وغديك فلوس وهفطرك فلوس. ازاي بقى؟ انت قدامك 1000 جنيه هجيب لك 2000 جنيه، قدامك 2000 جنيه هجيب لك 5000 جنيه. ده انت اللي يلزمك مورستان، هتجيبي لي الفلوس دي كلها منين؟ هرقص واغني واشقلب بالدنيا دي كلها فقري تحتاني. تسعين ونص. 90 بس. رجع التعريف يا فاطمه، الشبكه لازم يكونوا امم. الله، انت شفتني؟ ده انت مفتح قوي. زي ما انت امريكاني مزيف قوي. نبقى خالصين. ياللي سبكني هواك، شوف لي شيلين وياك. ياللي سبكني هواك، شوف لي شيلين وياك. انا بهواك او بترجاك. معنا على التليفون الاستاذه ايمان جمجوم، ابنه الفنانه الراحله فيروز. استاذه ايمان، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا استاذه ايمان. اهلا بحضرتك. يمكن انا قلت ان هي اشهر طفله في تاريخ السينما المصريه والعربيه، ما فيش اي طفله مثلت في السينما اخذت هذه الشهره اللي اخذتها الفنانه الكبيره فيروز الله يرحمها. النهارده في ذكرى رحلها، بس عايزين نتذكرها مع حضرتك. انا عارفه ان حضرتك اكيد مش بتنسيها، لكن عايزين نتذكرها مش بس الفنانه الجميله الطفله الشقيه، لكن كمان فيروز الام. ايوه. انا هقول لك على حاجه. والدتي الله يرحمها، دورها في الحياه العاديه كأم كزوجه يعني كجده لا يقل أهمية، بل بيزيد كمان عن مشوارها الفني. هي كانت إنسانة، يعني أنا مش عارفة أبدأ لك منين بصراحة، لأن هي حياتها كلها كانت حياة جميلة. على قد ما شافت شهرة ومجد وفي عز طفولتها، بس لما أخذت قرار إنها هتبتعد وتبدأ حياة جديدة كزوجة وبعد كده كأم، كانت دايما بتبص للحاضر اللي هي عايشاه، ما بصتش لحظة ورا ولا تراجعت ولا حتى سألتها كذا مرة. لا، ما يعني ما حسيتيش انك يعني يا ريت كنت كملت، او ما كنتش وقفت فن، او يا ريتني قالت يا خالص انا اخدت قرار ان انا خلاص هقف عند مرحلة معينة، عايزه الجمهور يشوفني بالصوره اللي هو اتعود انه يشوف بيها فيروز. فيروز الطفله الصغيره اللي زي ما بيقولوا يعني الطفله المعجزه، اللي برضو كان بسبب وجود برضو شخص هي دايما لاخر لحظه في حياتها بتقول انور وجدي. طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى هو اللي الظروف خلتني اشوف انور وجدي عشان هو يكتشف فيروز. فهي كانت شخصية متصالحة مع نفسها جدا، محبة للحياة جدا، عايشة حياة الطبيعية اللذيذة كواحدة بتحب العيلة وبتصحى من بدري وبتعمل كل حاجة بنفسها وبتحب الحياة الاجتماعية وكانت بتروح النادي. بس لما جت فترة في حياتها حست ان الناس خلاص انا مش عايزة اظهر على الشاشة او مش عايزة اتواجد القنوات، كانت بتكلمها تقول لها اطلعي، ما كانتش بتظهر خالص، ما كانتش بتعمل لقاءات يعني الا حاجات قليله جدا جدا.
وده كان ذكاء منها طبعا. لان هي قالت لي الفنان اللي بيحب دايما جمهوره يشوفه بصوره معينه يعرف امتى ينسحب بالظبط كده، ويقول انا يعني هي قالت لي انا عايزه دايما ابقى صوره جميله لان هم بيفتكروني دايما يعني هم ما بيصدقوش حتى انها كبرت. يعني هي دايما في الصوره الذهنيه عنها ان هي لسه الطفله صغيره بالظبط كده. وهي حتى لما كانت بتقعد تتفرج يعني انا كنت بقعد اراقبها اشوف نظرات عينيها اشوف هي اما بتشوف نفسها ازاي، فلاقيها يعني تقولي يعني زي ما يكون كان حلم او مرحله في حياتي عشتها وصحيت منها بواحده تانية انا بقعد اتفرج عليها معاكم واقول معقوله دي انا. يعني هي كانت واقعيه جدا جدا، وكانت في نفس الوقت يعني بتشوف امتدادها والحاله الفنيه بقى في اختها في نيلي. يعني العيله كلها ما شاء الله عيله فنيه وعيله فنيه ناجحين ومحبوبين وكلهم يعني مشتركين في نفس الروح اللذيذه الخفيفه القريبه كمان لقلوب المصريين لقلوب الناس كلها. خاله حضرتك اللي هي اخت الفنانه فيروز هي الفنانه نيلي والفنانه لبلبه كمان تبقى بنت عمتها بنت عمت مامتي ولبلبه تبقى بنت خالها. تمام. وحضرتك ما فكرتيش خالص يعني حضرتك بعيده خالص عن قصه المجال الفني ده؟ انا هقول لك حاجه بالمناسبه دي، هي كانت من وانا صغيره في كذا حاجه اتعرضت عليا بس هي كانت بتحاول دايما تخليني اكمل دراستي واركز في الجزء بتاع يعني هي كانت شايفه ان الفن عشان هي اشتغلت من وهي صغيره وشافت الامتداد في اختها فكانت دايما بتحاول انها تبعدني قدر المستطاع حتى يعني اجواء الشهره او ان انا مثلا اسمي ايمان بدر الدين جمجوم فوالدي برضو فنان فهي كانت دايما تقعد تقول لي لا ما يعني ما بتحبش دايما ان انا كنت يعني موضوع الشهره او ان انا من عائله فنيه معروفه، فكانت دايما هي واقعيه كانت تقول لي لا تعاملي انك ايمان اهلك ناس يعني مش مشاهير. طبعا قدرت اشرح لك بصوره او بؤر. فلما اتعرض عليا بعض من الاعمال هي حاولت دايما ان هي تخليني اخد السكه، انا خريجه فنون جميله وبرسم وكده، فقالت لي لا اتجهي بقى للفن التشكيلي والرسم وكملي حياتك بصوره ثانيه خالص. انا بشكرك جدا جدا، وكانت النهارده مناسبه ان احنا نتذكرها الفنانه الجميله الراحله فيروز. بشكرك استاذه ايمان جمجوم ابنه الفنانه فيروز، شكرا جزيلا لحضرتك.